السلام عليكم. من بعد النقطه الاولى اللي كنا في مقام طلبها وكانت تواجد دابا في سيدي علام المصدر اللي كذلك كيعرف افتتاح ديال المركز الصحي ويقدم خدمات ل 6000 نسمه، هذا داخل في اطار ديال توجيه ديال صاحب الجلاله والبرنامج الاصلاحي ديال المنظومه الصحيه وتعزيز العرض الصحي، ولا سيما يعني تقليص الفوارق الاجتماعيه ما بين العالم القروي والعالم الحضري. وحنا كنتواجدوا في هذا سيدي علام الصدر اللي هو مركز صحي قروي من المستوى الاول، يقدم خدمات شو الخدمات اللي غادي على الاقل يعفي المواطنين هنا من العناء ديال التنقل ويقلص لهم التكلفه، وغادي يكون فيه كذلك حتى هو منظومه معلوماتيه ويعطيهم واحد الملف رقمي اللي هو طبي وغادي يستافدوا من الخدمات على المستوى الجهه بكل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امين حمود رئيس جامعه سيدي علام الصدر. اليوم شرفنا السيد الوزير الصحة والسيد العميل على افتتاح المركز الصحي القروي بجامعة سيدي علام المصدر اللي جاء في إطار تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي وتعزيز الخدمة الصحية اللي كانت دائما ضمن التوصيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي كيحث على تقريب الخدمة من المواطن. هذا المستوصف غادي يستافد منه حوالي 6000 نسمة من الساكنة المحلية، وكيتوفر على أجهزة طبية أساسية وموارد بشرية مؤهلة اللي إن شاء الله غادي تخدم الساكنة في أحسن الأحوال. شكرا. السلام عليكم. دكتور حتيتي نور الدين، نائب رئيس جامعة سيدي علام المصدر. اليوم كان تدشين من طرف السيد وزير الصحة للمركز الصحي المستوى الاول هنا بجامعه سيدي علام المصدر، واللي غادي يكون ان شاء الله غادي يعطي واحد الاضافه كبيره للمنطقه، واللي كيتوفر على مجموعه من الاجهزه لتقديم الخدمات الصحيه الاساسيه والاوليه في المنطقه فيما يخص صحه الام والطفل، وكذلك تتبع الحالات المزمنه، وكذلك صحه تم دروس، وبالتالي وكيتوفر على مجموعه من الاجهزه متطوره وكيتوفر على موارد بشريه مؤهله للقيام بهذا الدور هذا. وبصراحه الامور دازت في مستوى عالي الحمد لله، وكنتمناو انه هذه الانطلاقات تكون ان شاء الله بادره في هذا تقديم الخدمات الصحيه في المنطقه ان شاء الله. وكذلك غادي يكون مجموعه ديال الحملات الطبيه اللي غادي مبرمجه اللي غادي تقديم، اللي غادي يكون فيها مجموعه من التخصصات اللي غادي تعطي كذلك اضافه بالنسبه للخدمات الصحيه لجامعه سيدي علام المصدر. ونتمنى ان شاء الله كذلك تكون
مجموعه ديال الامور اللي تطور ان شاء الله في المستوى الصحي بالنسبه للجامعه ديال المصدر. شكرا. ولا شي حسن ها؟